سيد ولسان الموقف النائب الدكتور علاء الركابي ضد حكومة المحاسسة والفساد، حكومة المال التنسيقي، ونقول له اضرب بيد من حديد، وان اي اعتداء على النائب دكتور علاء الركابي يعني الاعتداء على جميع القوى، وسيكون لنا موقف في الايام المقبلة لا يحمد حقه تحت شعار المجرد لا يجرب. عاش العراق! عاش العراق!